الكل درجتنا على نجاحك، كفاحك، طموحك. درجتنا على أحلامك، قوتك، سحرك وجمالك. درجتنا على صحتك، دارك وعائلتك. شتنا عليك كل ما يهمكم الناس اللي بانشاء على 93 رجل حياة فم. أهلا وسهلا بكل ما التحق بينا في الاستماع. مشورنا يتواصل معكم من توا حتى المساعتين مدة أسبوعتين من زمان في مختلف الفقرات اللي تنجم تهمكم الناس اللي بانشاء على 93. تهم صحتكم، تهم جمالكم، تهم المواضيع خاصة اللي تهم حياتكم اللي ديما مش يكون محور موضوعنا. هو في الساعة الثانية موضوعنا لليوم مش يكون مواصفات المرأة اللي نجموا نبنيوا عليها البلاد في ظل الظروف اللي تعيشها هي، وإلا في ظل الظروف المحيطة بها كلكو سوا في الدار وإلا البرة في المجتمع، كيفاش نجم تخرج جيل ناجح. عفوا هذا محور موضوعنا. سينو في ساعتنا الأولانية بيان سور باش يكونوا معنا مختلف لي كرونيكور اللي حاضرين معنا لليوم. مسيش نبدا على يميني علي الدين العميري. مرحبا علي. مرحبا مريم. أوكي دو روتور بعد رمضان سي بون. هكا أون فورم. أون فورم. سينو على يساري حمزة بشيخ اللي تعودتوا به كيف العادم في فقرته خواتم اللي باش تجيكم بعد بشويه. مرحبا يا حمزه. عسلامه مريم. بونجور. مساء الخير. بونجور نوفل. مرحبا نوفل شرطاني في الاخراج التقني واحمد الشفار في الديجيتال. حمزه صباحك. انا قلت لكم بونجور خاطر هي حصه جايه معناها مسائيه صباحيه. اي بين البنين عرفت كنحنوا نرنسوهم الناس الكل. اليوم يا مريم بالحق ان شاء الله تتونسوا معنا وتكونوا رفقتنا طوال هالساعتين هذوما. عنا فقرات حلوة يستنوا فيكم. فما برشا حكاية مزيانة، فما برشا كما نقولوا البرامج اللي بشتير الجمعة هذه كلها بش نحكيوا عليها كل شيء. وكما قالت مريم زادة استناونا في التور دو تابل بتاع الساعة الثانية مش نحكيه وكل ما يهم في كل موضوع يهمنا وكخلي يوم من بعد أكيد. سينو بجنب حمزة حاضرة معنا تقوى الملايحة وكحنا كنا عملنا لها لونسمو أخصائية في النباتات الطبية والعطرية وأخصائية في مجال التقنيات وعلوم الفلاحة والصناعات الغذائية، وهي فونداتريس دون مارك ناتوريل كوسميتيك ناتوريل. مرحبا بك. عسلامة. مرحبا بك مريومة. دونك اليوم محضرين لهم دي زاستوس اللي دي زاستوس بوتي المراه اللي تسمع فينا كل شيء من الكوجينا كل شيء زيرو مليم فوالا من غير ما تغسل حاجه تمشي تقديم المرشي وتجي تحضر حضر لاستوس نتاعك. نشوفوا بعض الاولاد يسون داكور والا لي في الموضوع نتاعنا. سينو في ساعتنا في اللي ديما كيف العاده تلتحق بينا مدام نجيبه الجريدي باش تحكي لنا اليوم في حكايه ورويه. الحقيقه مش يكون في محور الموضوع نتاعنا باش نحكي لكم اليوم على المراه السنديده والمثل نتاعها يقول خذ بنات الوصول على الزمان. يتونا نعرفوا الناس اللي تعودت بحكية وروية نتاع مدام نجيبة الجريدي يستناو ديما وكصغيرات يحبوا ديما يخرجوا بعبرة. هذه مختلف الفقرات اللي تستنى فيكم الناس الكل بعد بشوية على 93. بيان سور ما نحاولوا انو نسوكم بالموزيك. احنا دخلتنا مستنسة بحمزة بالشيخة ما خاطر اليوم الوقت يزرب فينا شوية دونك ما تخلنيش بحمزة. ما حمزة مازلنا في الوقفات الموسيقية اللي تستناو فيهم الناس الكل. محضرين هكا اغنية في التيمة نتاعنا حمزة وكل الخواطر مش كنت تابع على الموضوع نتاعنا. انا سمعت فونغو هكا شويه على الخواطر البارح. باش نحكي لكم قداش تهمنا نفسنا العزيزه هكا نفسك قبل نفسك وشنو حقوقها عليك فوالا حقها عليك في تحقيق اهدافها. خليه الباقي نخليها بعد لم بعد بشويه. سينو في التوقيت هذا نرفعوا لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان وما جاورها. حتى المساعتين كيف العاده مختلف الفقرات. الناس اللي برونشي معنا كل كسوانسي والرجين تهمهم الفقره ذي باش تخص الجمال نتاعهم، تخص الصحه، الجمال والصحه باش يربطوها بيان سور مع بعضهم. برشا ناس هكا يميلوا لك لي زاستوس ناتوريل فيكو ينجم يقول لك اللي تنجم تكون غاليه شويه هكا المواد الاخرين اللي نشريوهم باش نحافظوا على الجمال نتاعنا. كيفاش نتصرفوا؟ بيان سور ديما نتصرفوا من اهل الاختصاص. معنا تقوى مليح اليوم هيك أول مصافحة ليك تقوى أخصائية في النباتات الطبية والعطرية وأخصائية في مجال تقنيات وعلوم الفلاحة والصناعات الغذائية ناتوريل بوغ فو. كل شيء يكون طبيعي كل شيء طبيعي إن شاء الله. الباز نتاعنا باش يكونوا دي بلانت دي ليغوم دي فروي حاجات كلها متطبيعة حاجات موجودة في الدار واكسيسيبل للناس الكل وأقل أسواب أقل تكاليف أقل تكاليف. فما تقولوا لهم على الريزولتا ما الريزولتا تاخذ أكثر وقت وتقولوا لهم علاش ديجا تقوى. اليوم قلنا خلينا نحكي واحنا نعرفوا لي سيغ
نورمالمون لي سير نكالي برشا نسيت عن منها حتى الرجال اذا كان معناها تكون عوامل وراثيه والا عوامل التعب والا الحاجات اللي يتصرفوا عندها برشا اسباب تصرف ان شاء الله الوصفه بتاعنا مش تكون على الهالات السوداء التحويق اللي هما لي سير اسبابها تنجم تكون وراثيه قلت النوم ولا عدم نظام النوم ستريس دخان جفاف عدم ترطيب البشره ما يشربوش ماء فقر الدم عدم استخدام الواقي الشمسي اللي هو ليكرون سولير هيك علاش لازم ناكلوا ماكله صحيه فيها اكثر الخضروات الورقيه ركزوا على الخضروات الورقيه ناكلوا ماكله فيها كالسيوم حديد فيتامين نبعدوا على السكر وعلى الملح ونشربوا برشا ماء هاكا ديزاستوس تبع في الدومين نتاعنا نو في الهكا ولا في الصحه الصحيين مي بالمي دونك عطاتهم ديزاستوس هكا يخص الصحه نتاعهم فك التوازن ولازم نبعدوا على الغذاء هذا سؤال اللي كنت موجهه نصيحه خاطر يضعف الكولاجين ويجعد الجلد وهكاك تولي يبرز الهالات اكثر تحاول تنقص من الدخان يحاولوا ينقصوا فكان هي بارمي لي كوز اللي هو ديما مضر بالصحه فهم بك الهالات السوداء اللي نعرفهم يقلقوا برشا ناس خاطر لو فيت اذا كان وصلوا طلعوا تقوى الهالات السوداء هذوما الصعيب بعد في التعامل نتاع التنحيه نتاعهم هذاك علاش ديما الواحد لازم يكون اي وقايه خير من العلاج خاطر الكولاجين ينقص من البدن بالعمر بتاسورت هيك هو اللي ضعف الكولاجين دخان نفسي ضعف العمر يضعف الكولاجين اوتوماتيكمون جدا تجعد وكي تجعد تظهر اكثر تبرز اكثر الهالات دونك لي زاستيس نتاعنا باش يقوي في الكولاجين يقوي في الكولاجين وسيركيلاسيون سانغين خاطر هي ساعات العروق نتاع الدم هي معناها لي فيسو سانغان هما اللي تلقاها شدين تلقاها موف والا روج التحويقه وكيف كيف فما اللي تبدا الهالات السوداء نتاعو حساسيه تجي سيزونيغمون في سيزون معينه تجي هذاك لازم يراجع الطبيب والطبيب هو اللي باش يعرف شنو الحساسيه معينه السبب ويعطيه الدواء احنا معنا لو فلوز امبورطون يعطيناهم اهم النصائح اليوم يبعدوا على السهر يبعدوا على ستريس شويه ينقصوا من الدخان ترطيب البشره اللي ديما لازم يشربوا كميات كبيره من الماء هذوما تقريبا لي زاسوس اللي تساهم في مختلف الامراض هذيك علاش ديما نزيدك معلومه ثم شكون يتخيل ليكرون ما يتحطش تحت على التحت لا لازم يتحط ليكرون وشفايف زاده نستعملوا فيها ليكرون خاطر يتاثروا بالشمس ونلبسوا لي ناتوليغ ماذا بينا نفس الكرون يعمل الشفايف اي معناها دوك ابليكاسيون الابليكاسيون كي باش تصير سينو ياخذوا بوم اللي فيه اس بي اف سي سا فوالا المفيد الفكره الحق اللي عندي كيما قلت انت معناها من الراكس سانسي ولا الرجال ما يعملوش في شفايفهم يعمل تاخذ بوم على يمين فما شكون يعمل هون فما اللي يبعد على يمين وشفايفه تاخذ اس بي اف وماذا بهم حتى المكياج ياخذوا اس بي اف سي ديما معناها الاس بي اف كان نتاع الحمايه من الشمس واللي ديما احنا حتى قلت احنا تحدثنا مع اخصائيه الامراض الجلديه دكتور هاجر كاشوف كنا تحدثنا في الموضوع هذايا اللي الاس بي اف ديما ماذا بيك يفوت 50 وتستعملوا كل ساعتين التجديد نتاع ليكرون تاعك هكاك باش تحافظ على روحك من الشمس وعطينا برشا لي زاستيس نجم يرجع حتى على الباج اوفيسيال فيسبوك للنصائح المهمه اللي كنا اعطيناها قلنا لي زاستيس نتاعنا باش يكونوا ناتشورال الناس الكل اللي برونشي المراه كل شيء عندك في الكوجين انا قلت شوف تقديم المرشي تستعملهم في تقليل الروسيت زاد الوجه فوالا باش نبداو انا حاب نبدا بزوز قواعد لازم نتفاهموا عليهم اللي هما المواظبه والصبر اي على خاطر النتيجه الفوريه تنجم تحصل كان مع تدخل كيميائي ولا تدخل جراحي هذا بيمنعش من الوصفات الطبيعيه باش ترى الفرق وباش نوصل للنتيجه اللي حاشتنا بها علاش على خاطر اغلبيه المكونات باش تكون خام بروت ما فيهش حتى تدخل لا مخبري ولا بريليفمون باش تكون بلو كونسونتري خاطر حتى المواد المستحضرات الطبيعيه الموجوده في السوق تلقاها بلو كونسونتري ولا تلقى فيها زيت بيليسونسييل احنا الاغلبيه باش تكون من الكوجينه ناتوريل 100% ماهيش مخدومه ماهيش مخدومه ماهيش خاطر احنا الناتوريل شنو نعملوا اون جينيرال في الكوزميتيك ناتوريل ناخذوا لي برينسيپ اكتيف لي زاسيد اللي نافعين الكل باش نعملوا لهم بريليفمون ونحطوهم يبداو بلو كونسونتري يبدا المنتوج ريش غني بالمنافع باش تخدموه شويه يكون طبيعي طبيعي في خدمه خاطرها باش تبدا كونسونتري باش المنفعه تحصل اكثر
بي لما تو احنا باش نخدموا هذوما معناها زوج قواعد مهمه المواظبه والصبر دونك مش كنتي تعمل جمعه خلينا نقولوا لازم اللي باش نعملوهم لي زيستيس في الوصفه ما النتيجه اللي نقص اي سي بون قص دونك نسامح حمزه حسيتك بيت شويه قاعد تسمع في اللي فيكم تعطينا رايك في لي غوسيت اللي باش تعطيهم التقويم ما ماناش ناقصين تقسيم برشا نوس انا ليه معناها الكل كل العوامل الكل موجودين دونك حضر روحك للي زاسوس باش تعطيهم لنا توا نبدا نكتب انا اي فوالا دونك هما ياخذوا اكثر وقت مي اختيار انك تمشي للطبيعي هذا يرجع لك انت على خاطر الطبيعي نتيجته مضمونه طول ولا واكثر نتاعو مي الحاجه اللي اكثر به هي انه ما فيهوش عوارض جانبيه المواد المستحضرات الموجوده في السوق مش باش ينفعك راه مش باش يضرك ماهوش باش يضرك النفع باش يجي اما مش باش يضر الضر نتاع المواد التجميل الفسوق التقليديه واللي خاصه اللي نلقاهم قلد دوكا اي فما البارابين والبارابين ديرنييرمون فما دراسه اثبتت انه البارابين اللي موجود في اغلبيه المستحضرات نتاع التجميل مسبب فينا وفيكم الله للسرطان وفما زاد المواد الحافظه الاخرى برشا مواد حافظه مسامة تساهم في سرطان ديما تقعد مواد كيميائيه امراض الصدريه هذوما كل امراض يتسببوا فيهم مواد تجميل على حسب دراسات بيان سور بي نبداو لهم بالغوسيت الاولى ما نخليهمش يستعملوا برشا تقوى ما تستناوش برشا الغوسيت الاولى هي باش نعملوا ناخذ حكيكه بولار من الماتريال ناخذ حكيكه بولار كوتون ديسك ميكسور هذا اللي موجود ناخذوا هكا بولار كوتون ديسك وميكسور وحاجه تصفي بها ما نعرفش انا صفي شارب وايس كومبريس اي حاجه اللي تعدي معايا تصفي بها باش نحيو به باش نعملوا كعبه سفنياريه صغيره شطر كعيبه قارص كعيبه طماطم كيس ماء ورد نحطهم في الميكسر نخليهم شويه 3-4-5 دقائق ماكسيموم ومن بعد نصفيوهم نحطوهم في الحكيكه فوق الكوتون ديسك نعبيوهم بالكوتون ديسك ونصبو فوق منهم نحطوهم في الفريجيدير وتمد تستعملها 15 يوم انا في النهار مرتين مد 15 دقيقه اذا كنت تحب في قبل ما ترقد الصباح والا تستعملها مره بركه اذا كنتي مزروب وبحكم الخدمه والكل نجم تستعملها قبل ما ترقد 15 دقيقه بين عاودوا نص فانيليا فقوس خيار فقوس ولا خيار كما تحب نص كعيبه طماطم وماء ورد الطماطم على خاطر فيها ليكوبين يفتح والخيار والخيار فيه انتي اوكسيدون والسفنيريا ضد الاكسده والسفنيريا فيها غيش اون فيتامين ا وانتي اوكسيدون وتغذينا ونشط الدوره بالنسبه للسفنيريا حضري في الميكسور شوي لازم تكون عنده ميكسور معناها لازم تقصها طرف طرف وبعدها تحطها في الميكسور دونك معناها هنا ما نجمش نستعملها شويه ولا لا ما لازمها لا تعال الكاروت هذيك اللي تعصر السنتريفيوج ولا ما فماش نجم اما هي ممكن لو تحب على لي فيبر اللي يكونوا موجودين في القشره حتى بالمهريس نظيف تقصها بشويه دوبا معناها نطليوها شويه باش تخرج منها شويه باهي وبعد نحطها في الميكسور هذيك علاش كنت صمتها ليه الخطر هي الباس فك الماء باش يمشي مع فوالا دوما ناكدوا لهم عليهم دونك كل شيء باش يكون فريشك سفنيريا الخيار الطماطم من الورد هذوما لي زانغريديون تاع الوصفه الاولى نتاعنا وي فما طوا جماعه الباس كيفاش لابليكاسيون كيفاش باش تكون ولا احنا باش نحطوها في الحكه البلار اللي قلنا ديما دو بريفيرونس يكون بلار معناها الكونتينر الكونتينر ماذا بينا خاطر البلاستيك ما نعرفوش باش شنو المكونات نتاعو ولا الكاليتي مش موجود احكي في بلار عارف اي بلا كل حتى حكه نتاع نسكافيه قديمه تحسنها وتعقمها بشويه قهوه سريعه الذوبين مريم باب فادلك شوية حسيت روحي مش نحضر في كلاس ولا تحسوا لا عوضوها مش نحضر كلاس بالحق هذه باش تكون معناها هي الكونسيستانس بتاعها ليكيد على الاخر هذه الابليكاسيون كيفاش باش تكون بالكوتون باش نعملوها هي ديجا احنا عبينا الكوتون ديسك حبينا فوق منهم الليكيد هذا داكوغ كل مره باش نجبدوها معناها باش نجبدو كاليتين نحطها على الميل تقعد المده 15 دقيقه دونك معناها لابسوربسيون ديجا صارت في الكوتون ديسك ديما نجبدو ونحطو تحطها
15 دقيقه وتخرج شويه سي بيان سي بيان حلو الفكره معناها وسيله نراها نراها بالحق مشكور تقوى بالحق خاطر ما تشدش وقت والاستيوس بالحق معناه مواد معناه نعرفوهم نحن اليوم فيهم برشا منافع انا نستغلوا هنايا اللي نشدوا كان 15 دقيقه تليفون ولا حاجه دونك انا نغمضوا عيني نرتحهم شويه منها عباره كانك باش ترتاح خليك باش ترتاح ولا هكا حسبتهم كل كل غنية خاصة بقائق 15 جور كهوة تبدا يظهر الفرق بعد 15 جور بعد 15 جور وهي تحس من الاول الفرق تحس ارتاح اما باش نحكيو باش يبدوناش نقولوا لهم جمعه يقول لك انا بعد الجمعه باش نشجعوهم ما بقاش تحسب بالجمعه هكا 15 جور ترى الفرق دونك معناها الريزلت اللي تنجم تقعد تستعملها ديما وين تحس فما قلق تستعملها والا هو تنجم حتى معناها كل نهار تنجم تعملها ما يقلقش معناها كل نهار ما يقلقش كل يوم 15 جور يبدا لي في من بعد تنجم تكمل هو دو بريفيرونس كمل عليه هو لا دو بريفيرونس ديما تكمل في الطبيعي لازمك تكمل باش بدنك تستانس وديما تغذيه هو احنا علاش قلنا شنو اسبابها هي جفاف وقلت التغذيه فانت ماذا بك تنجم تقعد ما تاكلش انت تاكل مره ماكله بنينه وتنشط بها تقول ما عادش ناكلها لازم تقعد تغذي بدنك وبشرتك كما هيك بيه هذه الوصفه الاولانيه نمشيو بهم للوصفه الوصفه الثانيه العينين تبدا فما منفاخ نتاع تعب نتاع السهر تنفعك انت حمزه دي حضر جماعه الباك اي حضر والا جماعه الباك اللي يسهروا الزمانات كل اللي هما جلاس مكعبات الثلج شنو نعملو لهم بالنعناع وماء ورد ملني شويه شويه واحده واحده نعناع اي ماء ورد وقطره قرص قرص مش نرجع بكم النصيحه فت تعديت بكم للريسيت لي زاستيس الكل اللي نستعملوهم كيما الكيمياء إذار الطبيعي زاد ينجم يكون ذار عنده تاثيرات وقتاش وقت سيسا وقت اللي انا نجي نقول سمعت تقوى قالت سفنيريا بخنزيد باغ اكزومبل انا خديت سفنيريا ولا سمعت طماطم بها خنزيد قارص قالوا يفتح نزيد لا لازم دوزاج معين خاطر الزياده ماهيش مش تزيد في الافيكاسيتي مي تنجم تضر اي سورتو اليرجي اي سورتو في زيوت الطياره ان شاء الله في الوصفات الاخرين باش نستعملوا زيوت الطياره لي زويلي سونسييل ينجموا يحرقوا به الطياره زيوت الطياره دي عارف زيوت الطبيعي تقصد لا النوع ايسونسييل فما فيجيتال من الطياره هكا فما فيجيتال زيت كليل الكليل لا زيت اللوز ويل فيجيتال نباتي هذه لازمها نباتي واساسي بعد دي زاستيوس للشعر يقول لك على باس كيما قلت لك الكريم تاع القهوه تقليهم لي غرام تاع القهوه في زيت ايسونسييل هنا في بالي زيت اللوز معناها عادي لا 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 دوك فوالا زعما تعطي لنا مره جايه عندنا موضوع مهم مش تحكي لنا عليه كيفاش في كذا مش مفرطاش من حضر المره الجايه موضوع شعر ان شاء الله انا الكل هنايا الكل مره حتى ما فاتت تسائل حمزه على الشعر كيف كيف امين هاكا انا ما سالتش حتى كما تسألش كمش تعجب وكمش تجرب دونك نولي من نجرب وليه هما نسيب كل لوج الحقيقة على من حبيت نبين لك اللي الثقافة سيبون دخلت الرجال عاش قلنا قبل معناها ايزيتون كمان في الموضوع نتاع هذوما الوصفات التجميل ومن حتى لي زيكرون سولار ما يحبوش يستعملوا الكل لكن تو سيبون دخلت في الثقافة نتاعنا حماية للبشرة نتاعنا مش حتى الجمالية كما قلنا جمال ماهوش خاطر على معناها سرطان الجلد اللي نجم يأثر علينا حاجة أخرين دونك هذاك علاش ندخلوها شوي كمان في الثقافة نتاعنا بيها هاكا قتلك غلاسون غلاس نعناع سيترون ماء ورد ونعناع وقطرة قارص رجعت موضوع قطرة القارص ثم عباد عندها حساسية من القارص أي رسات نعطيهاكم ولا أي رسات ترقوها على اليوتيوب ولا تقراوها لازمك قبل ما تستعملها تجربها تاخو كونتيتي صغيرة من الرسات اللي عملتها تجربها على الرقبة وإلا لهنا في ديك لهنا في البطن بتاع اليد إذا كان بعد 24 ساعة ما عملت حتى رياكسيون وما صار حتى شيء نجم تستعملها ما عندكش ألرجي من حتى شيء من الموجود فيه نجم تستعمل عندي أمي أنا ديجا عندي برشا حساسيات وراثهم من أمي أمي عندها حساسيات بتاع الدنيا مثلا يصير حتى القارص هكا والكل يتكسر منه يعملها لي اي تنجم القارص لازمك تجرب قبله عندك اليرجي منه والا لا بي الرسات الثالثه بي هذايا انت قلت جلاسون ايسكو معناها احنا باش نعملوا قطره القارص معاهم النعناع معاهم شنو إيه؟ احنا انا ما نعرفش شنو يسميوه هيك اللي تبدا في كل فريجيدير عندنا موجود بيرسال جلاسون هيك احنا
باش نصنعوا غلاسون فوالا باش تكون معنا مش ناخذوا الغلاسون باش نميكسيو لا لا ستيل فريغيلو كما نقولوا هيك عجبتني غلاس قلت لك انا تاع الغلاسون دونك معناها فارس وماء ورد دونك شفتيهم مع بعض كنت تي قارص شويه مش برشا ماء ورد ونعناع وريقة نعناع كاس ماء ورد نزيدوا عليه نص كاس ماء العادي وقطرة قارص الجو هذيك دونك باش هذوما تحط تعملها من غلاسون تعملها من الابليكاسيون الابليكاسيون ناخذ كوب وحده ونقعد نستعملها حركات كيما هكا سيركولير للي دو من فوق للوطا للي دو بالكعبه هكا تعاونا باش نزيدوهم دوز استوس اخرين فيت في خاطر الوقت داهمنا ونخليو لهم احنا ديما هكا ما نخليو كيما دي سوربريز ديك اللي قالت عليه قسم باش ياخذ ديما يتسير شنو ومدام نجيب هي باش تلتحق بينا بعد شويه هذيك علاش دونك باه نزيدهم استوس اخرى لا بليبار نتاع المستحضرات نتاع لي سيغ تلقاها موجوده الباز نتاعهم قهوه خاطر ليش هم كافيين والكافيين يسرع في السيركيلاسيون سونغين وقلنا بكري من اهم اسبابها هو موفي سيركيلاسيون سونغين الوغ نعملوا الريسيت الاولانيه هي قهوه وزيت لوز الحلو بماغي اللي هو شنو نحطوا شويه قهوه قهوة بودر دي جرام سريعة الذوب بين ذيك وقال القهوة لا لا قهوة العربي قهوة العربي قهوة العربي البن مغيرفة بن تحط عليها مغيرفتي زيت لوز حلو تحطهم في سخيفة بلار تحط حاجة ملوطة فوق الغاز كاسرول فيها شوية ماء وتسخنها شوية للي تمس الزيت تحس سخن شوية باش يسرعوا باش نسرعوا خروج الكافيين من البن ونستعملوهم الزيت يبرد ساعه يبرد مش خشاص نس يبرد بعد ما يبرد نصفيوه ونقعد نستعملوه كيما الشاي كيما حاجه وانت نفس الاستوس اللي قلت لك تعمل الشعر نفس علاش قلت كنا ما زيت اسونسييل والفيجيتال علاش قال لك معناها قال لك الزيت يتسخن هو يقصد الزيت يكون في بان ماري تعاود كي تعطينا دي روسيت نتاع الشعر دونك تحاول تعطي كيف كيف والفيجيتال اون جينيرال لي زويل اسونسييل هما علاش سميتهم بكري طياره خاطر هما فيسع ايفابوريزيو معناها يتبخروا فيسع دوك ما تحطهم يتبخروا ما تنجمش تحطهم على النار معناها لي زويل اسونسييل ديما يتحطوا كونتيتي صغيره في لي روسيت نتاعنا وعلى ديرنيير مينوت معناها اخر حاجه تتحط دوك يدفيهم على بان ماري ماهوش باش يكون الويل فيجيتال طول على الغاز وي به هذه زاد قداش المده نسى نجم نستعملوها كل نهار نجمو كيفاش معناها احنا هما انا نعطيتهم تروا روسيت اليوم هكا بالخلاف ننوع مرتين ثلاث مرات في الجمعه انا نستعمل معناها تروا تريتمون فرد وقت تنجم اي هما كلهم ينفعوا اما هكا تخلي بين هذا وهذا نهار تنجم تستعمل اليوم ما نعرفش روسيت نتاع السفنيريا والطماطم غدوه تستعمل جوست ما ورد اكا هوا خاطر هما كل واحده فيهم راهي فيها منافع الروسيت الاولانيه تنجم تستعمل كل انغريديون وحده طماطم وحدها خيار واحد ما تنجمش تعمل جو كعيبه خيار تربيها حتى كعبة الخيار وتحطها كعبة تاخذ زفي معناها ما نعقدوش ما نصعبوهاش على روحك ديجا هو تونيك هو ما ورد هو ديجا ورد هو ديجا وحده نافع عندي فكرة كبيرة بيه ميزاج خليوا لهم احنا قلنا اليوم ان معنا برشا اللي رسيت عملنا اليوم الثلاثة نخليوا لهم ان شاء الله للمرة الجاية ميزاج تقوى نحاولوا نعطيهم كي كنزيدة باش ما نكثروش عليهم خلي يبدوا يتبعوا شوية باللي تخوى غسيت الزومة ينوعوا بينيتهم جوست معناها البيريود دو كونسيرفاسيون مثلا قلنا عملنا كالحكيكة صغيرة فيها السفنيليا والخيار والطماطم قديش نشتغل في الفريجيدير ثلاثة ايام ما تفوتش خاطر هما ديجا احنا نجم تنقص حتى في الكونتيتي اللي عملت ولا فرق على جميع في داري صحيت ولا هي اصلا مش تعمل حكيكه انت كل واحد يعملها سي بون نايرين هكا دونك ما باش ناكدوا لهم اللي ما لازمش تحط لي في الفريجيدير و سي بون هذيك معناها اللي استعملته كحاجات موجودين في الدار دونك يستعملوهم ويجربوا اللي قلنا معناها لي زيفي نتاعها تبدا ابارتيغ من 10 ايام يبداو يلاحظوا الفرق لكن مش باش نعطيكم ريزولتا فينال ماذا بكم تواظبوا عليهم ويقعدوا وصفات طبيعيه حتى كاين ما نفعتكش راهي ماهيش باش تضرك وهنا اذا كاين عملت الوصفات هذوما ما لقيتش
نجحوا الجزاي عفروا فما لي بيلون تاعك فيهم مشكله عفروا حاجات هذوك فيهم مشكله احنا نحكيوا على العلاجات الخارجيه اذا كاين ما لقيتش حلول لازم تراهو تراجع طبيبك باش تشوف المشكل منين خاطر قلنا احنا نجم تكون فقر الدم نجم تكون حاجات اخرى عندها تاثير باش يعمل تحاليل لازمه ولا تشوف درماتو فوالا درماتو هو يعطيك التحاليل اللازمه اللي لازمك تكون بادي مع الطبيب المباشر ليك هو مش يرشدك في اخر الامر هذه ناتورال بوغ فو مع التقوى ديما كون نهار سبت باش يتجدد معكم الموعد كالعاده في نفس التوقيت وكبعض خواطر تجيكم تقوى سينو احنا مازلنا واصلين معاهم المشوار حتى المساطين شويه خلينا ناخذوا مدام نجيبه وبعدها باش نفنشوا بعلي بالتظاهرات اللي فما عنا قلنا عنا ما نحكيو في التظاهرات عليه سينو مدام نجيبه تجاهم في حكايه وربيه ديما تستناو خذوا بنات الوصول لعل ازمني تولى لكم نذكركم موضوعنا في الساعة الثانية باش يكون مواصفة المرأة اللي تنجم تبني البلاد في ظل الظروف اللي تعيشها تنجموا تدخلوا معنا تليفوناتكم على 70 035 120 وإلى 77 288 289 وكنت ندخل هكا كي ندخل شوية في الديبا تدخلوا معنا الناس الكل سينو في ساعتنا الأولانية كما قلت لكم معنا برشا لي روبريك اللي تستنى فيكم فما ناتشوريل بور فو الناس اللي تسمع فينا هكا حضرتكم تقوى الملايحة كدي روسيت خاصة نعرفوا احنا توا بدي الصيف ويبداو جينيرالمون انسي كل تخمم شنو باش تعمل في البو نتاعها في الصيف وفي فصل الصيف فما تنعطيكم دي زاستوس وحتى نقولوا لكم هي تقوى باش تعطيكم هكا دي زاستوس حتى تحذيرات ما قبل الحاجات هذوما الكل اما حاجاتنا الكل باش يكونوا مستوحات من الطبيعه الحاجات الموجوده في الدار من غير ما نصعبوا عليكم انسي اللي تسمع فينا كيف مش نبداو قلنا احنا خلينا نبداو بك اللي قلنا كيفاش باش نقسموا لي روبريك نتاعنا قلنا مش نبداو بالكلام الحلو من عند حمزه بالشيخ في خواطر اليوم قلنا حمزه باش نحكيوا على الاستيماسيون دو سوا كيفاش تقدر الذات نتاعك خاطر اذا كان ما قدرتش الذات نتاعك ما تنجمش تعطي جينيرال القول الصحيح ايها الانسان اعرف نفسك بنفسك هكا نبداو تدسيت في خواطر مع حمزه بالشيخ اليوم حبيت نقول لكم حبيت نحكي معاكم ونحكيوا مع رواحنا ونحكيوا مع انفسنا قديش نعطيوا وقت مع الاخرين أما مش وحدنا مش خايبة ولا حزينة زادة قديش كي تعطي وقت لروحك بينك وبين روحك حاجة بنينة تهدي روحك العزيزة مثلا أحسن ما تملك في الدنيا بربي أمان اقعد بينك وبين روحك وتمان واسأل على روحك واسمعها شنو تحب تقول وش باش تحكي وانت ساعة ساعة تبنن عليها وتقعد بينك وبين روحك تفهمها اش حست زعم شنو اللي فرقها شنو اللي يوجعها أعطي روحك وقت وبجلها ودللها ما هي حملتك ومقويتك وانت حاملها ماك تعرفوا يا جماعة الدنيا هذه نجيها وحدنا ونمشي منها وحدنا زادة وروحك يا عزيز روحك ماك تعرف راهي عشيرتك ويلي هي تعرف اللي هي راهي مقويتك زعما ما تستاهلش منك ترعاها وتعطيها مقدارها في السر والجهار كان فما وقت خليه ملكك ما تخافش ما ينفسك فيه حد وقت يشبه لك انت وما يشبه لحتى حد تفرح روحك حتى كان ما تهم حد تنفس مليح وقول زعمة يصافي الدهر لا زعمة نجي لا زعمة وقتاش سبقت روحي وقلت هذه اللي باش نرجع بها حياتي تعرفش كيفاش احسبها شهوة وما تخليهاش في خاطرك وما تخليهاش في قلبك هذه هي خواطرنا لليوم لازمك تحب ذاتك وتقدرها وهو احنا حكينا على الحب المرة اللي فاتت بشكل عام ما معنى الأخذ والعطاء لازم يكون موجود وذيك علاش لازم العبد على الأقل يمنح ذاته ما يكفي من الحب باش ينجم كيكا يبرتاجي الحب هذيك العبيد اخرين ولا تقوى عندك ما تحكي في الموضوع اذا كان ما حبش روحك ما تنجمش تحب العبيد اذا كان ما حبش روحك وما تغذيهاش ما تنجمش تعطي في ساعة تحشار القروة على سيبغ الشحنة بتاع تذبال انت ما تنجمش تقوم لا بعائلتك لا بالعبيد اللي تحبهم هيك عليه لازم تحب روحك ولا هنا هو في الإطار هذا حتى تو علي يتفاعل معنا في الموضوع اللي اختاره حمزة متاع الاستيماسيون دو سوا تقدر ذاتك وتحبها باش تنجم تعطي شنو برشا عبيد خاصة احنا بعد باش يكون عليه موضوعنا المرأة وكيفاش لازمها يكون العطاء نتاعها وكيفاش تبني المجتمع في ظل الظروف اللي هي تعيشها ونعرفوا احنا برشا نساء
كونساي تقول لك تبجر صغارها على روحها، تبجر رجلها على روحها، اونتروتون ما تعطيش روحها تلقاها بعد ايبويزي سي بون، ما عاد عندها ما تمضي. كيما قالت لك تقوى مانير باش تنجم هي بيدها، معناها لازم تكون هي مشاركه بالانرجي، مشاركه هي بالحب باش تنجم الحب هذاك تعطيه، باش تنجم هي تكون عندها بالحق طاقه باش تنجم تتحمل وتنجم تعطيهم الحب وتعطيهم هما كل شيء. لا ديما كالعاده كلام حمزه اي اللي كله متنسق في الكتابه في الكل، يخليك هكا تركز معاه خاصه وكل، يخليك تحب روحك بالسيف بالله. من فاشون تاع الكلام اللي حكيهم ديما احنا معناها ديما ناكدوا عليه تقوى حمزه، نقولوا معناها زيد حب الذات في الاطار المعقول، مش باش تدخل في اطار الانانيه اللي انت باش تتجاوز مرحله النرجسيه، تحب روحك في المقدار اللي انت باش تعطي بعد الشحنه اللي لازمك تعطيها لعائلتك للعباد القراب عليك، باش تبارتاجي الحب مع الناس الكل لازمك انت تكون قويه، تكون عندك الحب نتاع ذاتك، اعطيت روحك من الوقت، حذرت روحك، علاش احنا زاد مدخلين لي زاستوس نتاع المراه، دلل روحك، تلهي بروحك، و اون ميم طون تعطي هي كيليبري، تحس بالاستيم وسوا نتاعها وقتها بالحق تنجم تعطي. اما كان هي مالها من داخل ما تنجم لا تربي لك صغار كيما باش نحكيو في السوجي الثاني، لا تنجم هي تحب الحق، لا تنجم هي بيدها تبدا مرتاحه، سي موش كيليبري موش هو متوازن، يعطيك سعيد. التوازن النفسي هو اهم حاجه. حمزه قال لك علي قبل رمضان قعدت في قلبه انت عملت خواطر وما غنيتليش عندك مقترح تغني لي اللي يحب واللي غني يكون مزيان على اثر هذا باش نغني لكم حاجه حلوه، حاجه فوندو، حاجه ما تغنيتش قبل الحق، هذه كيما الشغل ديالي والله حاجه من قعر الخابيه، حاجه بنينه برشا كيما الاغنيه نتاع المرة اللي فاتت نتاع الكل برشا راهو تفاعلوا معاه حمزه شفتو مع مدام نجيبه اللي قالوا شنو هي الاغنيه هذه نعرفوها قبل ما نعرفوش نتاع شكون كيفاش تغنيت وكل ميساج نزيدوا نطربوهم ونتحفوهم بالفوندو القديم. الله يبارك. يا زايدة باللوم لاش تلومي من بعد ما غابت علي نجومي، يا زايدة باللوم لاش تلومي غابوا راحوا من بعد ما كانوا معايا انساحوا، وين زمان الحب وين فراحوا، وين زمان الحب وين فراحوا، كانوا للحن الحب في مزمومي، ما وجدت ما لقيتش طبيب دواهم، انا حبهم غير علي سومي، يا زايدة باللوم لاش تلومي. هاكا اليوم ايامنا كلها حب، احنا كنا يا زايدة هذه يا زايدة يا زايدة باللوم لاش تلومي، هذه اغنيه غناها الفنان الكبير المرحوم العملاق الطاهر غرسة لحنها، وغناها الفنان زاد نجل الفنان الكبير زياد غرسة، غناها في حفلة بركة لتكريم طهورة عم الطاهر الله يرحمه. حاجة مزيانة، كلام من قعر الخابية، لحن زاد من قعر الخابية، لحن البنين الفوندو اللي تعودنا عليه اللي نسمعوه ديما هكا ونعيشوا به نعديوا به نهارنا، نسمعوه صباح تعدي نهارك مزيان على الاخر. هذه فاتت مدام نجيبه مش حاضره معنا تلتحق ساعه ثانيه شنو تلقاها دندن مع حمزه راهي مدام نجيبه مازال خاصه لك الاغاني الفوندو، حاضر روحك للساعه الثانيه حمزه باش تدندن لنا برشا مزيكا، نحاولوا ننسوا نعيش خاصه في ظل الطقس توا تقريبا 32 درجه، من نجيب صدقه شويه على اللي هي 32 درجه. اي تحس حاجه اخرى، هي 32 دوغري لحد لين في بدايه القيره، وان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل سيسر ويحكم خاصه في التوقيت هذاك كي تخرجوا في الشمس، وما تحاولوش تخرجوا صغيراتكم، هذيك المهم من بين النصائحات اللي عطات لكم وقتها اخصائيه الامراض الجلديه مدام هاجر كشوخ، كانت قالت لكم خاصه في الوقت هذايا ديما حاولوا ما تخرجوش صغيراتكم وكيك تحميوا رواحكم، تخرجوا للضروره القصوى كيفنا احنا اللي جايين نخدموا على رواحنا، دونك نخرجوا في التوقيت هذايا، والا الناس اللي عندها شور سورتو ويكاند تو بعد احنا نشوفوا فما تظاهرات والا لا معك انتي علي فما حركيه والا اللي خاطر مستحقين توا، ونشوفوا الوقت نتاعهم زيد وقت يشوفوا فوالا نشوفوا العشيه ولا حتى كان في القويل تستعمل ليكها
اليوم احنا متهنين فرحانين بالحق عندنا ليزاستيس الكل اللي مش يكونوا موجودين مش دلالهم اللي مش نخرجوا بيهم انه اليوم نهار كامل ما تحرقوش بسميش نعديو نهار مش مربوطين كان بنسي تقوى مش ندخلوكم اي مش ندخلوكم الثقافه هكا والثقافه تكونك تستعمل لي برودوي ما عادش ننسيك ما عادش كها وبني قلت لهم انا سي بون ما عادش ننسي ديستيني للناس الكل اللي تسمع فينا على 93 شويه خلي يجيكم تجيكم تقوى خلي يجيكم تقوى تعطيكم لي استوس سينو كيف العاده على زيد كيف يعطيكم مختلف التظاهرات شنو اللي فما فيه على مستوى ولايه القيروان والا مختلف الولايات الاخرى مازلنا ماصين معاكم المشوار حتى نص النهار نذكركم زيد في ساعتنا الثانيه مدام نجيب اليوم مش تحكيكم على المراه الصنديده خذ ابنك الوصول على الزمن طول هذا محور موضوعنا في درجتنا لليوم خليكم برانشي على 93 على شتات المطيه لحدا مرحبا بكم الناس اللي التحقتوا بينا في الاستماع البوند اف ام 93 نذكركم درجتنا مازالت مغوصه معكم حتى المساطين كيف العاده بمختلف الفقرات وتتسويت معكم حكايه ورويه حكايه ورويه حكايتنا ورويتنا كيف العاده مدام نجيبه مرحبا بك اوكا ديما ناخذوك عطاير من 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 الخدمه طول هكا والصغيرات تكون تقري فيهم سي بون جاهم لنا من تصوركم تعب شويه من الصغار لهنا والله عسل هكا هو قالت مدام نجيبه عسل تعب مخلوف هاي جايه صلاه مدام نجيبه سي بون بعد الاولي يولي يتشكي يستنى صغيرتهم وقتاش يرجعوا يقراوا احنا قلنا اليوم موضوعنا باش يكون مواصفات المراه اللي تبني عليها البلاد في ظل الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها ظروف المراه العامله ظروف اللي تعيش فيها في الدار المسؤوليات اللي عندها ومن بعد حتى هي ما تربي الشارع كيفاش باش ياثر على الصغيرات بتاعنا ذي محور موضوعنا سينو حكايتنا وروايتنا لليوم تقول لك خذ بنت الوصول على الزمان يطول خذ بنت الوصول على الزمان يطول مثلك العادة قديم لكن حكمته وعبرته كبيرة ياسر حكايتنا اليوم يا جماعة جينا من البدو من الجزيرة العربية يحكيوا على بدوي تزوج بتعمه جمال مال حسب وأهم شيء دين وركزوا لي على كلمة دين الراجل ذايا مغروم مرته ما يحبش فيها دقة الشوكة نهار من نهارات مجرد هو متعدي هو ومرته واحد من العشيرة بتاعه غزر لها بغزرة الله أعلم دونية علانية ربك أعلم يوخر ويقدمك الراجل ويقول له العرب رحلت دغرو جابو ميت بالطبيعة نظام العشيرة اللي يقترف ذم من هالنوع ذايا يتقصى ومعليه كان يسيب العشيرة ويخرج وكان كيك الحديث اخرجك الراجل من العشيرة ومشي في عشيرة مرته اسكن معاهم فرحوا بيه يا سعدنا بنتنا ونسيبنا حطوه على طبق اذهب ولا كل يوم يتلم مع شيخ القبيلة هذاك ويجلس في مجلس متعرفوا ناس قبل في البدو الشيخ القبيلة إذا قعد والكل دايرين بيه ويسمعوا الحكم متاعه من جملتهم الراجل هذايا أي نهار من نهارات الشيخ متاع القبيلة متعدي من بحث البيت متاع هالخونة هذايا البدوي وراء المرأة واقفة في باب الدار تضرب في زينها جيدو قال تطلع تهبط منها نخلق اش مش نعمل اش مش نسوي دبرت بارا أمت غدوة اتلمم على العشيرة والناس قال لهم يا جماعة يا أهلي ويا ربعي حياكم الله قالوا له مرحبا بيك شيخ اش فما قال لهم راني سمعت اللي فما في الديرة اللي على بعد 3 أيام فما ربيع غاية في الجمال نمشيو الغادي تنساوش البدو ديما رحل استحسنوا الفكرة الجماعة قالوا علاش لا نمشي اختار 4 رجال هو قاعد يدور فيها في مخه الحكاية اختار 4 رجال صناديد
من جملتهم يا جماعة بالطبيعة مش يكون راجل المرأة هذيك. أما لا كيفاش الضرب الصحيح؟ أيا قصدوا ربي فرسين على الخيل متاعهم امشيوا للدير اللي قنعتهم عليها الشيخ. مسيرة 3 أيام ياخو فيها الشيخ أكثر من راحته. اتعدك نهير لول في ليلتها الحسبات والناس رقدت وهو يمشي يجري لك للدويرة متاعها كل امرأة الشبابة. أول ما خلط يسطعوا عمود في وجهه. طب عمل حسك العمود حديد فيقتك المرأة أشكون هنا؟ قالها شيخ العشيرة. قلت له شتعمل هنا يا شيخ العشيرة وراجلي ما هوش هنا وانتي بيدك اللي بعثته باش يشوف لك هلا الدير اللي بعثني عليه. قال لها ليه؟ أنا ما حشتيش لا بدير ولا حشتي بربيع، انتي ربيعي وانتي صيفي، أنا راني مخبوط فيك وفي زينك وحاشتي بيك. قلت له صار انتي مضروب في زيني وفيا. هي علش ليه؟ فيها حتى عي. أما عندي لغز نحبك تجاوبني عليه. قال لها تدلل وتزيد تدلل. قلت له الجيفة باللحم كي جيف وينتن يصلحوا الملح مو هكا ولا؟ قال هي معلوم. قلت له وإذا الملح فسد أش يصلح الملح؟ باللغة الفصحى قلت له إذا الملح فسد من يصلح الملح. قلت له تجيب لي الحل بتاع اللغز هذايا أنا ليك. سهل ياسر. قال لها تغدوا نتلم العشيرة ونشاورهم وتو نجيب لكم وتغدوا نجي ونجيب لك الحل بتاع اللغز. هم تغدوا تلم بالشماعة طول لا قدم درس لا في الدين ولا في الأخلاق. أنا دين من أخلاق. إذا اللحمة فسدت صلحها الملح، وإذا الملح فسد أشكون يصلحه؟ قال لهم بالفصحى بالطبيعة إذا فسد الملح من يصلح الملح. اللي هذا بدا يجاوب على قد بخيخه. واحد يقول أنا صبوه في البحر، الآخر يقول كل واحد شنو يعمل. اتلفت واحد منهم محنك دبري كما نقولوا نحن فهم اللعبة. قعد يغزر وحاطت يده على خده ويمسح على لحيته. أي خرجوا كشمع الكل نفض المجلس. عد هو يغزر للشيخ. قال له عجب اللي تغزر لي بيه وتبقق فيه عيني في عينيك، أعطيتني الحل. قال له كنت نستنى في الجمعة باش يخرج حشي بيك راس راس. أي قرة جيك خفيف شو مستانس يحكي معها باللغة ذي. شنو قال له شنو هي الوقاحة ذي؟ قال له يا سيدي الشيخ اللي كنت تقول فيه هو شطر متاع بيت لأبو سفيان الثوري. أش يقول السيدي البيت؟ يقول البيت أهل العلم ملح البلد، فإذا فسد الملح من ذا الذي يصلح حاصيله؟ منعرفش دخلت بعضها. فإذا فسد الملح من يصلح الملح ملح البلد ولا عزيله؟ هي موزونة نسيتها سمحوني. من يصلح الملح؟ قال له يا شيخ قولوا من الأخر وهنا رجال في بعضنا كما قولوا، أنت اللي قلته لك المثل ذايا امرأة ذكية جميلة برشا بتحسب غيور على زوجها وأهم من ذي الكل ذات دين. حشمك الراجل. قال له يسترك ويجبرك استرني يسترك ما تخرجهاش يبقي عليك ستر. قال له أنا ما يقلقنيش أنا نسترك ببانك شيخ كي مش نفضح شيخي مشيت الدنيا. أما المرأة بتصل وما حبتش تخسرك وانت كبير العشيرة وحبت تكسبك يزي خسرت أهلها بكل جريمة القتل اللي عملها رجلها، ما حبتش تخسر شيخ في مكانتك وفي علمك، ولذا يسترك ابعد على المرأة وراهي مرأة صنديدة وراهو زايد
ما نحاولوش باش نزيدو ناخذو نعطيو مع بنات الوصول، خاطر كيما نقول المثل خذ بنات الوصول لعل الزمان يطول. خذ بنات الوصول لعل الزمان يطول. مسيش نخرجوا بالعنا هذه وراجعين نواصل معكم المشوار في حكايه ورويه ومشوارنا في درجه. رجعنا معكم من جديد في دردشتنا، هاوكا قاعدين نعمل فيكم في تور دو زابينغ، نمشي بكم من الوصفة الطبيعية الكيف كيف. حمزة عمل لكم خواطر هيك محاضرش معهم مدام نجيبة، محاضر غنية باش نخرجوا بها. حمزة مدام نجيبة كيف كيف المرأة الصنديدة، كملين معك انتي علي، وقلنا ديما باش نختموا بها الفقرة هذية اللي نحاولوا نعطيو مختلف التظاهرات خاصة على مدى الأسبوع في القروين ولا حتى اللي شيء الناسيونال. الحقيقة أنا فرحان برشا اليوم إني معناها مش نحكي على مارجن المسرح الحديث، مارجن المسرح الحديث اللي هو اول مهرجان خدمت فيه اورجانيزاسيون، من اول مهرجانات اللي بالحق ماني عرفت بيه تياتر والكل، دونك حاجه نحبها برشا. مهرجان مسرح حديث يبدا من 22 ل 29 ماي، يبدا من غدوه لنهار الاحد الجاي، فيه برشا عروض مسرحيه بحقيقه يستحقوا انهم القراوه يمشيوا يتفرجوا فيهم. عندنا غدوه مسرحيه اخر مره لوفاه طابوبي، 23 ماي عندنا مسرحيه كابوس الشياطين لسي انور الشعافي، 24 ماي مسرحيه ليلى معاومة الجمال المداني، 25 ماي مسرحية 18 اكتوبر العبد الواحد مبروك، مسرحية كلونيت نهار 26 ماي بتاع سي يوسف مارس، 27 ماي مسرحية عايشة 13 هذه الأستاذ سامي النصري، تصور حاجة بالحق عالمية. وفما مسرحية صندوق الأسود اللي هي 28 ماي تكون الاختتام بتاع سي محمد سيح العويشاوي، ونهار لحد عندهم مسرحية متاع صغار تنجم تهز سهارون اللي هي رأس الصحراء متاع عايدة جيبلي. أبر هذا عنا اليوم رؤوف ماهر المغني اللي كان يغني صنديدة، عامل حفل خيري في جيبس المداخيل متاعه الكل سوق جارة اللي تحرق. فما دي تورني متاع كسوة، فما تورني متاع يوما، فما تورني متاع بولترا، فما تورني متاع جانجون بريد جي جمع، يعني هما من الجمعة يعني من الجمعة هذي ويقعدوا حتى لجوان في القروين، فما في جوان تاو إن شاء الله المارجي احنا نرجعوا لهم نحكيوا عليهم بالبيه خير. فما مسرحية زي نبتعال إيسيا جعابي فلاغرانتي اليوم في الريو اللي هو أول العرض، فما حسين الدوس لينا بن علي، فما شوية عروض لحقيقة في بلايس خرين، أما في القروين أنا مارجي المسرح حالي. ما مهرجين المسرح اللي انطلق من نهار 22 ماي معناها بارتيغ من غدوة نهار 29 ماي، نهار 29 ماي عندما يتفرجوا هاو كدي في المحاطة للزيتيجون يكونوا جمعين، فما حاجة تحقيق الكونتينيو حاجة مزيانة على الأخر. هذه معناها نستني وحنا تو حتى ان شاء الله 6 جاي نرجع باكثر تفاصيل تو الزملاء يغطيوا لنا العروض المسرحيه هذوما فوالا، ونمشيو نشوفوا سوغ بلاس ونشوفوا فما حضور على الاقل فما اقبل كان سبيكتاكل نتاع لولوغرام اللي بتاع ديل اللي حكيت فيه قبل الحقيقه فيه نحكيو فيها. هو مالوغوزمون ديما الوقت داهمنا، ما عطيناهم فكره على الاقل هكا عندهم من 29 ماي فوالا ل 29 ماي هكا احنا نكونوا كملنا العشوية. هي فيش تتسمى قيلولة عشوية قيلولة القيلولة ذي أمسية صباحية أمسية صباحية قالهم صباح الخير مساء الخير بكري دوك غنينا سي حمزة فوالا خلي ساعنا نشكر ليكيب الكل وبعد نختموا بالغنية اللي باش يغني هنا حمزة. أن غو ميرسي ساعنا نوفل اللي تعب معنا اليوم في التوقيت، وقتاش داخلين وقتاش خارجين وسي ما عادش عندنا وقت وهو سيد القرار. نوفل الشرطاني وأحمد المخلوف في الإخراج التقني الحساسي، أحمد الشفار اللي مأمن لكم الديجيتال، لي كرونيكور اللي معانا الكل مدام نجيب جريدي تقوى الملايح على ايدين العمري وحمزه بوشيخ. موعدنا ان شاء الله يتجدد معكم في السبت الجاي في نفس التوقيت من نص نهار المساعتين، وتحيه الحمزه الحمزه دونك الحمزه ديواني بيان سور زاد متواجد معنا كان سور تيران يخدم تحيه لي. نختموا بموزيكا اللي باش يغنيها لنا حمزه نوفل، ويستناو احلام العمري من قسم الاخبار. كيفيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كيفيق بك الدهر يا مزيانة، والدور 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 ما تلقاش غيري أنا، قد ما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم ما تتكلم، قد ما دهري وجعك ويألم، قد ما دهري وجعك ويألم، وتشوف كل الناس في فرحانة، وتشوف كل الناس في فرحانة، محال تلقى غير عطفي أنا. كذيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة، كذيق بك الدهر يا مزيانة يا مزيانة،
كي ضيق بك الدهر يا مزيانة والدور 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 ما تلقاش غيري أنا. شكرا ميرسي بكو. الكل درتشتنا على نجاحك كفاحك طموحك، درتشتنا على أحلامك قوتك سحرك وجمالك، درتشتنا على صحتك دارك وعائلتك.